تلبية لدعوة لجنة إسناد الأهالي لأداء صلاة الجمعة بالقرب من أنقاض المنازل المهدومة في حي وادي الحمص بقرية صور باهر، وذلك رفضا لقرار سلطات الاحتلال والتي قضت بهدم 100 منشأة في القرية بذريعة الاحتلال وهي القرب من جدار الفصل العنصري، علما أن تلك المنطقة مصنفة ألف وباء وتخضع للحكم المحلي الفلسطيني. وحدة الشعب الفلسطيني هي الرد، وحدة الشعب الفلسطيني وتواجد في الميدان والرد على هذا الاحتلال ورفع المعنويات، منظر هذا الهدم الذي أرادوا أن يحبطونا وأن يؤسونا من خلاله عمليات الهدم والتفجيرات، نقول أن الرد عليه وجودنا اليوم هنا من أجل أن نعيد البناء وأن نعيد البناء داخل أنفسنا وفي مجتمعنا الفلسطيني ووحدتنا الوطنية، ومن ثم نعيد البناء المادي. يعني هدموا بيتي وهدموا بيوت كثير، كمان البيوت مش بس البيت هذا، هدموا بيوت كثيرة، والشعب الفلسطيني دائما وابدا من 48 لهذا اليوم واحنا نقاسي في هذه اللي اسمه، ولكن على ارضنا باقين، مهما هدموا مهما سووا مهما عملوا احنا باقين. تجمع المئات من الفلسطينيين على جانبي جدار الفصل العنصري من اجل اداء صلاه الجمعه، حيث اكد الخطباء ان هدم البيوت هو خراب وتخريب وارهاب وترهيب تقوم به سلطات الاحتلال بحق المواطنين، وأن الرباط بالقدس هو حق من حقوقنا في الحفاظ على منازلنا وحياتنا. ورغم الظلم والطغيان شعبنا صامد في أرضه، نحن شعب المرابطين أمة الرباط، ننتظر نصر من الله سبحانه وتعالى وفتح قريب إن شاء الله، هكذا وعدنا الله، بعد كل هذا الضغط الذي يكون علينا سيأتي نصر من الله وفتح قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هاي منطقة واحدة ألف وشعب واحد ودم واحد، وإحنا اليوم جينا صلينا صلاة واحدة من أجل التثبيت وتسليط الضوء على ما يجري من جرائم حرب للجيش الإسرائيلي على هذه الأرض، ونحن شعب لن يركع إلا لله ولن نسجد إلا لله، ونحن شعب لا نخشى إلا الله. عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة توجه كل من المصلين من كلا الجانبين في مسيرة دعت إلى وقف العدوان الإسرائيلي الممارس بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة، الأمر الذي دعا قوات الاحتلال إلى قمع المسيرتين بإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل فض هذه المسيرة. من على أنقاض هذه البيوت التي دمرها الاحتلال سيبقى هذا الدمار خير شاهد على جرائم الاحتلال وعن جهيته بحق الحجر والشجر والبشر. والكلمة الفلسطينية إنها هنا باقون. لفضائية الحقيقة الدولية نور الدين بنات من منطقة وادي الحمص جنوب شرقي القدس فلسطين المحتلة.